فتح عينيك منيح وفتح عينك. هيدي البنت اللي عم بتهوم عليها، لا بتحبك ولا بتريدك. مين عم يحكي معي؟ يا عيب الشوم عليك. تقله بنت وشاب مخطوبين لبعضهم وبيحبوا بعضهم، ما عيب عليك يا قليل الشوفة تدخل بيناتهم وتفرقهم يا ظالم. أرجوك تقلي مين حضرتك؟ عليك طرطشت. اسمع، يا بتقلي أنت مين يا ما بسكر الخط. إلك معي صور؟ إيه صور نلبلمك منهم يا ملعوب. وهيدي كمان أخلاقيتك وتصرفاتك البشعة والمشبوهة، كلهم هيدول بدي حطهم بالجريدة، انشرهم بكل الجرايد كمان. ألو ألو، مين يلي تلفن؟ ما بعرف، واحد وعم يحكي شي طالع شي نازل، ما فهمت عليه شي. واحد أما وحدة؟ واحد. بتعرفي شو قال؟ قال البنت بتتركها لأنها بتحب غيرك. ومن وين جاب النمرة؟ هيدا اللي شغل لي بالي. هذا اللي شغل لك بالك؟ أكيد أنت اللي عطيتها إياها. بترجع بتقلي وحدة، عم قلك واحد. على كل حال أنا تعبت كثير، عن إذنك طالعة نام. بونوي بابي. بونوي. شفت بعينك كيف تتهمني؟ ما هو الحق عليك يا. لو ما كنت أنت عاطي النمرة لحدا، كيف بده يعرفها ويتلفن لهون؟ يا استاذ عصام، البيت فيه 100 موظف وكل واحد بيعرف النمره. الموظفين ما بيسترجوا يعملوا هيك، وبعدين انا من رايي في شيء ورا التليفون مثل ما قالت حلا. انت كمان مصدق انه اللي تلفنت ست؟ خلص بس اسكت. نحن رجال وبنعرف بعض. لا تصبح على خير. الله معك. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. اكيد فشلت المهمه الليله. لا بالعكس، نجحت وحطينا حجر الاساس لقصر الاحلام. اها، قصر شو؟ قصر الاحلام. يعني بتعرف الاستاذ عصام والست حلا يعني هيك قلبهم حن علي، شافوني قاعد بهالاوضه وزي خلقي، قالوا يا صبي روح شوف لك ارض ونحن مستعدين نعمرك قصر فيها. فشفت شي جماعة طيبين ولو. لك يخرب ذوقك شو هاللسان يلي مطاوعك. شفت؟ شو حضرة المدير؟ شرف زورنا ولا المدير ما بزور فقير؟ بالعكس، اللي بيشوفك بهالشياكي ما بيقول عنك فقير، بيقول انك امير. هذا من فضل ربي على كل حال. سيدي عصام تصبح على خير. وانت بخير. ملعون بس دمه خفيف. ايه بس انا خايف مع الايام يرفع الكلفة بينكم وبينه وياخذ وجه ويكتر. لا 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 لا، ما تخاف ما تخاف، عارف حدوده وذكي كثير. ليه عم تضحك؟ لاني نفست له الدولاب. بشرفك، وانا كمان نفست له دولاب. قطيعه، دولابين فرد ليلي. ابو خليل، ايه هلا بتنام من هلا؟ ايه ايه. وعندها بكره بتوقع الساعه 6، وما تنسى بدك توقعي معك الاستاذ عصام وتنزله معك من فوق بالثياب الرياضيه. ما يقوم يزعل مني اذا بوعيه بكير. يزعل منك اذا ما وعيته، لانه ايه؟ ما هو اللي مطبق القصه مشان ننزل نعمل رياضه. ايه عال عال عال، يلا وخذ دواء قبل ما تنام، ما تنسى مثلك اليوم. ايه خلص بيت الدواء. تصبحوا على خير. الله معك، تصبحوا على خير. تفضل. بوب، حسيت انه جاي على بالك فنجان قهوة. هو بالفعل هيك، بس ضيف الست احلام والاستاذ فؤاد. حاضر. باردون، مش حضرتها احلام الشباب؟ ايه عرفتها؟ طبعا شو بعرفها وبعرف كل افلامها، على فكرة احسن ممثلة بكل العالم. ميرسي. هي كان على السينما. مين بكون حضرته؟ شوفيري. بس انسان كثير مهذب. مبين. على فكرة أنا حضرت كل أعمالك الفنية. عن جد؟ كلها. بتذكر هذا الدور اللي عملتيه تبع
تبع بائعة الورد. اه هيدا كثير قديم. ايه قديم حلو بس انا عجبني. على فكره في كمان فتاه بمليون دولار. يي عجبك؟ ايه عجبني حلو. على فكره انا كل جمعه بشوفه هيدا بشو اسمه بالفيديو. ايه حلو. كل مره بلاقي غير شكل بالفيديو، بيتغير معي بالفيديو. حلو. عفوا عفوا يغسل لي هيدي شوي بس. شو بك علقتني كبيت عليكي؟ ما انا كبلك انت كبيت حالك انا ما كبيت عليك. شوفي شو صار؟ ككب الماء احوي علي حرقني وسخني. غصبا عني غصبا عني بتقول غصبا عني بالحال مش حق علي، حق على ست احلام الشباب. انا؟ ايه طبعا لو منبهرت بجمالك وشكلك الحلو الجذاب ما كنت طلعت فيك وصار اللي صار. عشان ما تزعل انا بمسحتك ما تزعل. لا معلي اتركوا هو بمسح لحاله مبسوطه يا ست؟ ما فيش وقت عيط قدام احلام الشباب عيط شو بتقول لك بلا تهذيب بعدين خلص بقى خلص ولو شو بقى اكيد انت اعطيتي وجهي حتى عم يعمل فيي هيك بالعكس هو الظاهر بس شايف ست احلام الشباب فركش بحاله شي طبيعي بقطع ايدي انا اذا ما كان قصدها انا بحب اشكرك كثير على هالزياره الحلوه وانا كثير 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 ممنون فيك مدام و مسيو فؤاد تشرفنا بمعرفتك وفخ ونحن كمان نشكرك على الزياره ان شاء الله بهالكم يوم الجايين نلتقى نحن وياكي لحتى نمضي لكم صفوت من كل بد انا ناطره اتصالك يلا سيارتك معي ايه اكيد معي شو باردو معي الشوفير ناطرني برا مدام شوفيرك راح لوين راح؟ حرام 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 مريض طلعت فيه لقيته قبيل لي موجوع وقال بطنه عم يوجعه عم يوجعه قلت له معلش روح على الدكتور انا بلا المدام راح يا حرام لو بتشوف وجهه مثل ليمون تلحمه حرام مدام سيل تو بلي بتسمحي لشوفيرك يوصلني اكيد اكيد تكرم عينك بابا بتوصل الست احلام؟ ها؟ ايه حاضر Vous êtes très gentil. Ah, là, au revoir. Au revoir.